هما عرفوا عن طريق خالتي. خالتي قالت لي، قالت لهم ده تاخد حقنية شافتني. ايه اصعب موقف اتعرضتي له في خلال مرحلة الادمان؟ بعد اخويا عني وامي، لكن الواحد لما بيتعالج بيتولد من جديد. الحكاية يعني بدأت ازاي في ان انتي تاخدي قرار ان انتي تتعالجي؟ بدأت ان انا كنت تعبت جامد. ازاي؟ احكي لي. تعبت، كان اخدت برشام كتير ورحت الرعاية. دخلوكي مستشفى؟ رحت الرعاية. بدأوا يعرفوا من التحاليل ولا لسه لحد هنا ما كانوش لسه عرفوا انك ادمنتي؟ لا، كانوا عارفين ان انا ادمنت. هم عرفوا عن طريق خالتي. خالتي قالت لي، قالت لهم ده بتاخد حقنية شافتني. قالت لهم ده بتاخد حقن، وشوفوها الحقن دي بتاعت ايه. انت كنتي قاعده عندها يعني فتره؟ وبعدين كانت بتشوفك بتاخدي الحقن. فابتدت تشك ان ده نوع من المخدر اللي ممكن يخليكي توصلي لمرحله الادمان. صح كده؟ طيب وبعدين؟ فلما قالت لهم، هم راحوا حللت بقى، فطلع في التحليل ان في مخدر في جسمي. تمام. فاتجهت بقى للمستشفى. رحت المستشفى واتنكست مره. انهي مستشفى؟ يعني انت روحتي مستشفى خارجيه مش مكان الصندوق، صح؟ لا، مكان الصندوق. رحت الاول مستشفى بره مصحه. وقعدتي فيها؟ قعدت 15 يوم فيها، بس طب. طلعت اخدت تاني. ليه بقى؟ ليه كنت مصره ان انت تاخدي تاني؟ مش عارفه، هو انا اخدت رجعت قلت انا هاخد تاني. ما كنتش عاجبني المستشفى. علشان التباعد الاسري؟ علشان الحبيب اللي سايبك وخذلك؟ صح. علشان مفيش اهتمام بيكي. لكن هنا في النقطه دي حابه اوضح، كان ساعتها اخوكي عارف ولا ما كانش لسه عارف؟ يعني كان مدلك ايد الرحمه ولا لا؟ كان مدلي. دفعتي فلوس في المصحه الثانيه؟ كتير. كانوا بيعاملوكي ازاي اللي في المصحه؟ كانت بصحى الصبح عادي، كانوا بيعاملوني كويس، بس انا ما كنتش حباه عشان محبوسه. عشان انت مش واضعه للحبس. مين اللي اخدك وداكي؟ اخويا وامي غصب عنك. علشان كده ما كملتيش العلاج. طيب ايه اصعب موقف اتعرضتي له في خلال مرحله الادمان؟ بعد اخويا عني وامي. قالوا لي يعني بعد عنك ونسيبه. فانا قلت خلاص انا مش هرجع تاني. مش هترجعي لايه؟ للمخدرات. طيب مش عايزاكي تحسي بندم، خلاص احنا اتولدنا من جديد. صح. وبقت كل حاجه حلوه وانتي زي القمر. ربنا يخليك. والله مش بجاملك. ربنا يخليك. يعني لو فعلا يعني كان في ايدينا ان احنا نوري وشك للناس، بنت زي القمر. ربنا يعزك. وهتشوفي ايام حلوه، واللي خذلك ما كانش يستهلك. صح. طيب احكي لي بقى، بداتي امتى مرحله العلاج في الصندوق؟ بدات من سنتين. حلو. عملتي ايه بقى؟ ايه القرار وايه اللي عرفك بيهم؟ كانت على التلفزيون، شفتها على التلفزيون. ايه بقى؟ شفت اتنين اتعالجوا، واحد كأمه ماتت. يعني لقاءات جابوها زي لقاءات؟ حلو. وبعدين؟ شفت اتنين، واحد والدته مات، واحد صاحبه خد جرعه زياده، صاحبه سابه في الصحراء. فقال انا مش هرجع تاني. هما اللي خلاني رحت الصندوق. حلو. وبعدين؟ فهي دي بعد ما رحتي، مين راح معاكي؟ والدتي ومرات خالي. كويس. قعدتي قد ايه بقى؟ رحت قعدت هناك، ما اتحجزتش. يعني هما استقبلوكي مش كده؟ وقالوا لك ايه؟ أول ما استقبلوكي قالوا لك إيه؟ عملوا التحاليل وكل حاجة، قالوا لك إيه؟ قالوا لي لازم تاخدي علاج وكده وبس، وقالوا لي عايزة تعالجي في البيت، عايزة تعالجي في البيت ماشي، عايزة تتعالجي في المستشفى ماشي. وتعالجتي في البيت؟ تعالجت في البيت فترة، وجيت اتخطبت، رجعت تاني. رجعتي إيه؟ رجعت للمخدرات تاني. ليه؟ ما احنا كنا ماشيين كويس. ما انا فسخت الخطوبه، دمرتني شويه، هو اللي سابني. يعني هنا هنقول ان القلب هو اللي بيتحكم فينا. لا، احنا عايزين العقل كمان يتحكم، لان القلب لو مشينا وراه هنروح في 60 داهيه. مش كده؟ صح. فخلينا نقول ان الانتكاسه اللي بتجيلك بتبقى سببها الحب.
صح؟ طيب وبعدين رحتي تاني؟ رحت بقى بعدها تاني وتعالجت بقى. حجزت بقى. حجزت شهر 15 يوم برضه هناك. اه كان المكان قريب منك ولا كان بعيد شويه؟ لا كان بعيد شويه. حسيتي بقى بايه في التعامل مع الناس هناك؟ بصراحه كان التعامل مش حلو؟ ما كانش حلو، في الحجز وحش. اه انت مش بتحبي الحبسه. مش بحب الحبسه. لكن هم بيتعاملوا عادي. لا بيتعاملوا يعني كويس. خلينا ندي للناس حقهم ان هم بيتعاملوا عادي، بس احنا عاملين زي الطير مش بنحب نتحبس، حتى لو في قفص من دهب فاحنا مش عايزين نتحبس. لكن معاملة كويسه. حلو. قعدتي 15 يوم، بعد ال 15 يوم طلعت بقى من ساعتها لغايه دلوقتي وانا متعلم. في البيت. في البيت. والمعامله بقت عامله ازاي؟ احسن من الاول بكتير. خلينا نقول ان فيكي شبه من والدتك. ربنا يخليك. ست طيبه وتستاهل ان احنا نقدرها، وصدقيني الحياه حلوه وجميله، وربنا خلقنا عشان نحيا، عشان نحس بالحياه. تقولي ايه للشباب وتحديدا البنات اللي اقبلت على موضوع الادمان؟ اقول لهم ان الادمان ده حاجه وحشه خالص. احساسك كان بيها مؤلم؟ كان لكن الواحد لما بيتعالج بيبقى بيتولد من جديد. فعلا هو كده، دي حقيقه والله. يعني انت عندك اراده يا ميم اكتر من شباب كتير. انت كبنت عندك اراده قويه جدا اكتر بكتير من شباب كتير، فهماني؟ فبصراحة أنا بحييكي. ربنا يعافيك. وبشكرك. وقولي كلمة أخيرة لوالدتك وأخوكي. ربنا يخليهم ليا وما تحرمش منهم أبدا. وإن شاء الله نفرح بيكي، وأنا وفريق العمل كله هنيجي نحضر فرحك. بس تعزمينا يا ميم. إن شاء الله. بس أهم حاجة توعدينا إن القلب ما يتحكمش. صح. خلينا يبقى القلب والعقل مع بعض. احنا هنا بنتكلم وفقا لمرضى الادمان اللي تقدموا للعلاج، وعلى فكره احنا بيتقدم لنا للعلاج ما يقرب من 140 الف مريض ادمان سنويا. فطبعا بنقدر ان احنا ناخد بشكل مستمر مؤشرات يعني بصفه دائمه، لكن في نفس الوقت احنا لقينا ان في ارتفاع بشكل كبير في الطلب على يعني تعاطي المواد التخليقيه، وده يمكن المواد التخليقيه مرتبطه بشكل كبير جدا بالجريمه. لما بنتكلم على يعني بغض النظر عن الاثار الصحيه الجسيمه، لكن لما بنتكلم على اثار نفسيه، ان مخدر النهارده بيحدث الاعتماديه والادمان بشكل سريع جدا، لما بنتكلم على الهلاوس السمعيه والبصريه والسلوك العدواني بهذا الشكل، فمش هنستغرب ارتباط هذا المخدر او المخدرات التخليقيه بشكل عام بالجرائم اللي بتحصل في الفتره الحاليه وتغير نمط الجرائم بشكل كبير.